تكلمنا كثيرا من الموسم الماضي عن انه الهلال بيجيب لاعبين اجانب، في لاعب زايد زي فيتو مثلا من الموسم الماضي ومن قبله كمان، لازم تجيب مدافع اخر مع الفريق بصراحه، حتى الكوري لانه بيستنزف الكوري، حتى لما تبي تدور ممكن تلعب بالاثنين الاجانب، حتى الكوري تبي تريحه تلاعب الاجنبي الثاني، لانه الهلال بدون وجود دافع اجنبي مشكله كبيره، وبوجود الكوري لوحده يتحمل عبء المباريات كلها، حتتكرر المشاكل على الفريق الهلالي. اعتقد هذه النقاط كلها يجب ان يتنبه لها الهلاليون، مش بس مدرب، اتفق مع بنايف وابو فيصل، اداره ايضا، الجهاز الاداري فيه لاعبين كوره بالتاكيد لازم يتكلموا مع المدرب في النواحي هذه. واستغرب فريق مثل الهلال بدنيا يقع في كل مباريات الشوط الثاني بالتاكيد. ليش نقول مثل الهلال؟ متوفر ما شاء الله كل شيء عنده، حتى يكون عنده جهاز بدني على اعلى مستوى، وبالتالي سقط اليوم. هارد لك الهلال، برافو للرائد، الشوط الثاني مثالي، دفاع زون ديفنس على اعلى مستوى، هجمات مرتده على اعلى مستوى، وهذه طريقه سوموديكا.